عودة مرة أخرى إلى الزملاء لاستكمال ما تبقى من البانوراما. شكرا لك خالد حسين على هذه الباقة من الأخبار الرياضية. تشتهر حدائق حيوان الجيزة بحيواناتها وأشجارها النادرة، حيث تعد من أقدم الحدائق المصرية التي بنيت في القرن 19. وتواجه الحديقة عدة مشاكل جعلتها تخرج من التصنيف الدولي لحدائق الحيوانات على مستوى العالم، حيث تسعى الحديقة إلى حل هذه المشاكل كي تعود مصر مجددا إلى التصنيف العالمي. بالنسبة للمصريين، تظل حديقة حيوان الجيزة بأسعارها المنخفضة المستنشق البيئي الأكثر زيارة من قبل المواطنين، وبالنسبة للدارسين تعد مكانا متميزا نظرا لاحتوائه على أنواع نادرة من الحيوانات والنباتات على حد سواء. إلا أن الحديقة مثلها مثل أي مكان عام بدأت تتراجع عالميا، خاصة وأنها من أقدم حدائق الحيوان على مستوى العالم، وهناك اعتقاد شائع أن الحديقة تحتل المركز الثاني عالميا، إلا أن هذه المعلومة خاطئة تماما، خاصة بعد خروج الحديقة من الترتيب العالمي لمنظمة حدائق الحيوان العالمية، وهو ما أكدته الدكتورة فاطمة تمام مدير عام الحديقة. أولا ما فيش حاجة اسمها ترتيب عالمي، لأن هو ديزاين أو تصميم للحديقة بيبقى يشابه إيه؟ فإحنا الحياة تاني حديقة في الإنشاء أو في التصميم بعد حديقة حيوان لندن، أنشئت واحدة على نفس الطراز والستايل في أمريكا، وده كان التصميم التاني أو الجنينة التانية اللي أنشئت على النظام الفيكتوري الإنجليزي. ولكن يظل هناك أمل يلوح في الأفق، خاصة مع وصول وفود جديدة من الحيوانات، لعل أبرزها ثلاث زرافات وأسد أبيض. ورغم إقبال رواد الحديقة على مشاهدة الحيوانات الجديدة، إلا أن مشكلة الأقفاص الحديدية القديمة تظل مشكلة حقيقية تهدد سمعة الحديقة على المستوى العالمي، كما ذكرت ناشطة الحيوان العالمية دينا ذو الفقار. Some enclosures they need urgent attention. بعض الأقفاص بحاجة إلى تغيير أو على الأقل صيانة طارئة، هذه الأمور من الأولويات. لماذا تصرف آلاف الجنيهات لجذب حيوانات جديدة في وقت تموت فيه الحيوانات الموجودة أصلاً بسبب قلة العناية؟ ومن أبرز المشكلات التي تواجه حديقة حيوان الجيزة طريقة عرض الأفيال، حيث ما زال الفيل الإفريقي يعرض مكبل الأقدام بالحديد، وهي وسيلة قديمة تم حظرها دوليا، كما وقعت عقوبة دولية على الحديقة متعلقة بالدببة، حيث لا يسمح لأي حديقة حيوان مصرية بعرض أي نوع من الدببة سوى الدببة السوداء الأمريكية، وذلك بعد حالتي نفوق للدب القطبي الأبيض وكذلك الدب البني العملاق. إبراهيم بهاء، النيل. هذه الفترة الإخبارية الشاملة انتهت مع حضرتكم، بعد قليل نلتقي في موجز الأنباء في أمان الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.